تغتنم إذن اليوم المديرية الجهوية للجمارك استضيف هذه المناسبة لتكرم شابات وشباب من ذوي الهمم الذين يعني تحدوا إعاقتهم وأثبتوا جدارتهم وتحصلوا على شهادات جامعية بدرجات يعني مشرفة وخاضوا في المجال المهني وأبدعوا فيه لا سيما في مجال السمع البصري، فلهم يعني منا كل التحية والتقدير. نتمنى أن تكون التفاتة جادة ومسؤولة من طرف الجميع من أجل الالتفاف حول هذه الفئة لتهيئة كل الشروط اللازمة لينخرطوا في المجتمع دون الحاجة إلى غيره. طبعا ذوي الكفاءات العالية اللي يقولوا عليهم ذوي الاحتياجات الخاصة هم ذو قدرات وكفاءات عالية جدا، وشفنا المثال من خلال هذا التكريم الذي خصت به المديرية الجهوية للجمارك بالتنسيق مع مركز وطنية ميديا، خصت به أقول طلبة وطنية من بينهم المذيعة أقول هاجر سرار وكذلك أمين بصفتها أيضا في المجال التقني. طبعا نحييهم على هذه المبادرة أولا، وشفنا المثال أنه هذو ذوي الكفاءات الخاصة وذوي الهمم العالية استطاعوا أنهم يثبتوا وجودهم بينهم كل من هاجر سرار وأمين. الوكالة الوطنية للسرقة المصغر تحتفل كغيرها من معظم الفاعلين في الميدان من أجل مساعدة هذه الفئة لتمكينهم المهني أكثر، خاصة فيما يخص يعني مولوج وخلق مشاريع مصغرة. اليوم بدعوة وطنية ميديا لشرفتنا اليوم أنها دعتنا في الاحتفال بهذا اليوم، احنا اليوم يعني شهدنا تكريم هذه الفئة، وأيضا الوكالة الوطنية للسرقة المصغر مكنت أيضا أربع ذوي احتياجات خاصة من تجسيد مشاريعهم. هاجر سرار طالب ماستر كلاس وطنية ميديا. أنا بهذه المناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ولي كرمونا فيها نشكر معهد وطنية ميديا، نشكر أستاذ إدريس على هذا الالتفاتة. هذا الالتفاتة كانت برعاية أو تحت إشراف المديرية الجهوية للجمارك، نشكرهم بزاف بزاف، ونتمنى إن شاء الله يكون هذا الدعم وهذا المبادرات على مستمرة إن شاء الله، وبارك الله فيكم. نشكر المديرية الجهوية للجمارك وثانيا معهد وطنية ميديا على هذه الالتفاتة الطيبة، كعرضونا ويعني أعطونا شهادات وكرمونا أحسن تكريم، وبارك الله فيكم.